وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مقدمة مودعي دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة اليوم بعد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين. التقى خلالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما عقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين. وكان في الوداع عدد من أصحاب السمو والمعالي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة.